مهما عظمت ذنوبك ومهما كبرت خطاياك فإن الله جل وعلا يغفرها سبحانه وتعالى. وهذا من مثل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السحاب العالي الذي في أعلى السماء، هذا السحاب يسمى عنان، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك يعني اقترفت من الذنوب والآثام ما بلغ السحاب العالي هذا، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، يعني من مثل ملء الأرض أو يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث القدسي العظيم دل على أن الله جل وعلا غفار للذنوب، وأن جميع الذنوب يغفرها الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قل جل وعلا، قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تلقاها من الله فغفر الله جل وعلا له. موسى عليه الصلاة والسلام حينما وكز القبطي فقضى عليه، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال العلماء: الفاء هنا يعني فجائية، غفر له بعدها مباشرة، عفوا، قال بعدها مباشرة، أفادت الترتيب والتعقيب مباشر، فغفر له، جاءت مباشرة المغفرة ولم تتأخر. ولذلك جمهور أهل العلم يقولون بأنه يجب على الإنسان أن يتوب بعد الذنب مباشرة، ولا يجوز له أن يؤخر التوبة إلى الله جل وعلا. فمن وقع في ذنب ثم تاب بعده غفر الله جل وعلا له.